مشروع مطار الناصرية الدولي هو واحد من أهم المشروعات الحيوية والاستراتيجية في العراق. هذا المشروع هو الثاني الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين. المشروع يحظى باهتمام حكومي مباشر من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء، متابعات مستمرة. الأمين العام لمجلس الوزراء أيضا متواصل عبر الفرق الفنية والهندسية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتواصلها المستمر مع الكوادر الفنية والهندسية للشركة الاستشارية وكذلك الشركة الصينية المنفذة. المشروع أهميته تكمن بإضافة إلى تقديم الخدمات الجوية للمواطنين كافة من كافة دول العالم، خدمات السفر، سيكون هنالك مركزا للتجارة، التواصل التجاري ما بين العراق ودول العالم، سيكون هنالك قسم خاص بالشحن الجوي. مساحة المشروع الكلية هي 15 مليون متر مربع، الطاقة الاستيعابية هي 7.5 مليون مسافر سنويا، من المقرر أن تضاعف إلى 1.5 مليون خلال المراحل التي تلي افتتاح المشروع. المشروع يتضمن تأهيل المدرج الحالي إضافة إلى إنشاء مدرج جديد وبرج مراقبة جديد، البنايات الخاصة بالمسافرين، البنايات الخاصة بإدارة المطار وكل الخدمات الأرضية والجوية التي تقدم. أيضا سيحتوي المشروع على إنشاء فندق من 4 طبقات وبقية الملحقات الإدارية والفنية المتعلقة بكل المواصفات المتوافرة في المطارات الدولية. الأعمال الآن على أرض المطار هي هنالك نسبة 60% من بناية السكن الخاصة لموظفي سلطة الطيران المدني، إضافة إلى البناية الخاصة بالخدمات الجوية، هنالك أيضا البناية الخاصة بموظفي الخطوط الجوية العراقية والخدمات التي تقدمها للمسافرين. خلال 2 يومين القادمين سيتم الشروع بوضع الركائز الأساسية لبرج المراقبة الرئيسي للمطار.